اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في اطار الشراكه الاستراتيجيه الشامله والتعاون النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجيه الصيني تشين غانغ جاء ذلك أيضا خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء حيث وجه رئيس السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شينغانغ وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير لياو لي تشيانغ السفير الصيني بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الصيني في مصر طالبا سيادته نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ ومؤكدا حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات فضلا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية، من جانبه، نقل وزير الخارجية الصيني إلى السيد رئيس تحيات الرئيس شين بينج معربا عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، ومشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الإفريقية، بالقيادة الحكيمة والمتزنة للسيد الرئيس. مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. حيث اكد وزير الخارجيه الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والانشطه التنمويه والمشاريع القوميه في مصر خاصه في ضوء ما تحقق في مصر من نهضه تنمويه شامله وكذلك البنيه التحتيه الحديثه التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادره الصينيه الحزام والطريق كما حرص وزير الخارجيه الصينيه على الاستماع الى تقديرات السيد الرئيس بشان تطورات الاوضاع الاقليميه وقضايا المنطقه حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت لاستعاده امن واستقرار الدول التي تعاني من ازمات بالمنطقه وتقويه مؤسساتها الوطنيه ودعمها في مكافحه الارهاب الذي يعتبر اداه لتدمير الدول كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. الاجتماع تناول متابعه جهود تطوير منظومه التعليم الاساسي بمختلف محاورها، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالتركيز على تطوير الكوادر البشريه ومنظومه المعلمين، والتوسع في انشاء المدارس المتميزه الجديده. بمختلف انواعها، وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدوله بدعم الاستثمار في التعليم من اجل المساهمه في بناء الشخصيه المصريه منذ المهد في فتره ما قبل التعليم الجامعي بهدف صقل الاجيال الجديده علميا وثقافيا ومعرفيا. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز نشاط وزاره التربيه والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجيه التطبيقيه ونشر الوعي المجتمعي باهميتها وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصه التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبيه احتياجاته من الكوادر الفنيه المتخصصه خاصه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل احد العناصر الاساسيه لعمليه الصناعه والتنميه الى جانب المهن الحرفيه أوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي استعرض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصة دعم الكوادر البشرية من المعلمين وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم وتأهيل مديري المدارس، فضلا عن تطوير المناهج في المراحل الدراسية المختلفة. كما عرض السيد وزير التربيه والتعليم خطه الوزاره لتطوير منظومه المدارس وانشاء مدارس جديده على مستوى الجمهوريه خاصه سلسله مدارس مصر المتميزه التي تعمل بنظام اليوم الكامل الى جانب المدارس الرسميه الدوليه اي بي اس وعددها عشرون على مستوى المحافظات وكذلك مدارس النيل وخطط الوزارة لتسويق شهاداتها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الهيئات الأكاديمية العالمية المتخصصة في منح الاعتمادات ذات الصلة التي ستقوم بدورها بتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بهذه المدارس. فضلاً عن المدارس المصرية اليابانية وإنشاء المزيد منها وفقاً لمعايير الاعتماد اليابانية التي تقوم على تقديم التعليم متكامل الجوانب تاكاتسو بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمساهمة في تقديم تعليم فني راق ومتطور ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية التي تزخر بها مصر وكذلك يفتح مجالات العمل الخارجية أمام الخريجين المتميزين من تلك المدارس واطلع السيد الرئيس كذلك على جهود وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع كل من مديريات التربية والتعليم المختلفة وكذا مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري حيث وجه سيادته بقيام وزاره التربيه والتعليم بالمراجعه الدوريه للمنشات والمباني التعليميه على مستوى الجمهوريه وذلك بالتنسيق مع قطاع الحكم المحلي بالمحافظات